في البدء في مكان مظلم دافئ، كانت صرخاته ضحك بوق، ليست شجية تماما بل آثمة تقريبا. بكينا بما يفوق الألم وغفرنا لأنفسنا، فالخطيئة الأصلية بدت اسطوانة مشروخة. عزف الله البلوز لقتل الوقت طوال الوقت، والأنهار الممجوجة بالأحمر عومتنا بالحياة. ضحك كثير يخفيه الدم والإيمان، والحياة ساكسفون يعزف عليه الموت. جشعا للشبع تعلمنا البكاء، جوعا للحياة تعلمنا الموت. القلب موسيقار حزين يعزف البلوز إلى الأبد. البلوز نفخة حياة، بينما الحياة تنفخ الخوف يبدأ الموت، وينفخ الجاز نفخات ناعمة في الليل، ناعمة للغاية لأجل بشر لا تسمع عقولهم سوى صوت الموت والحرب وإحراق الجثث الملفوفة بالأعلام في الأراضي المرة. ليست أوتار الجاز كمجرفة الوحل إلى أفواه الرجال لكي يخجل البلوز إزاء صرخات الأطفال الذين يموتون على تقاطعات الشوارع المهجورة. لقد هاجر الجاز وتركنا لحرائقنا. الجاز خائن إفريقي، يا لها من شجاعة متوحشة 100% تهدر الوقت الثمين في الاستماع إلى موسيقى الجاز، مع أن ثمة الكثير من القتل ليرتكب. فلتصمت الطبول علنا نتمكن من سماع محرقة اليابانيين بالسينما سكوب والألوان الذرية، ونتذكر الصراخ المجسم. في غضون سنة ونصف سجن بوب كوفمان 35 مرة تقريبا، وكثيرا ما تعرض للضرب والصدمات الكهربائية في الرأس. ولعل أغرب أسباب اعتقاله ما يسميه بتهكم، تهمة إحياء قراءات شعرية دون تصريح. ففي الوقت الذي كان يتهرب فيه من الأمسيات الشعرية التي تخصص له في الجامعات والصلاة والمنتديات، فإنه يلجأ إلى اعتلاء طاولات المقاهي والبارات وحتى السيارات في شارع جراند بسان فرانسيسكو، صارخا بشعره اللاذع كالمجنون. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات المتكررة كانت ذات دوافع عنصرية بالأساس. وإسهابا في هذا الجانب يمكن سرد حادثة لافتة في هذا السياق، فقد كان هناك شرطي في سان فرانسيسكو شديد الكراهية لجيل البيت، لكنه استهدف كوفمان على نحو خاص لأنه أسود، ولأن نساء بيضاوات كنا من بين المعجبين به. وذات يوم دخل هذا الشرطي إلى البيجل شوب الذي اعتاد شعراء البيت على ارتياده، وقام بتمزيق القصائد المعلقة على الجدران، ولم يجرؤ أحد من الجالسين على منعه أو إيقافه. فتقدم منه كوفمان، وبينما كان يتحدث معه فتح سحاب بنطاله وتبول على قدمي الشرطي، فاقتيد إلى السجن وبقي هناك لمدة شهر تعرض خلالها للتعذيب بالصدمات الكهربائية التي أثرت على ذهنه. ومنذ ذلك الوقت لم يبق سجن في المدينة لم يدخله كوفمان.